ففور وصوله إلى جنيف هدد وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية بالانسحاب من المحادثات التي تنظمها الأمم المتحدة في جنيف في حال استمر نظام الأسد في ارتكاب جرائمه ضد المدنيين. وأعلنت الهيئة في بيان لها أن الوفد سيبلغ المبعوث الأممي ديمستورا نيته الانسحاب من المفاوضات في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الكبرى عن وقف انتهاكات النظام. معنا عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي عمر الكوش. سيد عمر، أهلا بك معنا. من خلال متابعتكم، ما الذي يحصل الآن داخل قاعات المفاوضات في جنيف؟ أهلا بكم. الحقيقة فور وصول وفد المعارضة إلى جنيف بدأت اللقاءات الحقيقة الجانبية بعيدا عن وسائل الإعلام بين الوفد وأيضا سفراء الدول المعنية بالملف السوري، وخاصة السفير الفرنسي والسفير الأمريكي وطبعا عدد من الدبلوماسيين الآخرين. اليوم صباحا الآن منذ حوالي 10 دقائق دخل السيد ديمستورا ويلتقي الآن في هذه اللحظات مع وفد مصغر من المعارضة مؤلف من 6 أشخاص لطبعا التباحث في ماذا سيجري في اللقاءات مع السيد ديمستورا وما هي جدة التفاوض، وايضا حول الضمانات لتنفيذ الشروط الانسانيه خاصه الفقرتين 12 و14 من القرار الدولي 22-54 القاضي بوقت قصف المناطق المدنيه من مستشفيات ومدارس، وايضا طبعا فك الحصار وايصال المساعدات الانسانيه ثم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين. هذا الاجتماع نعم تفضل. من خلال المعطيات الحاليه، هل تتوقعون استجابه لتهديد وفد المعارضه السوريه بالانسحاب من المفاوضات في حال استمر الاسد وجيشه في ارتكاب جرائمهم ضد المدنيين؟ يعني هو بالضبط انه الوفد جاء الحقيقه لاختبار مدى صدقيه المجتمع الدولي والمبعوث الاممي ديمستورا في الوعود وفي الضغط على النظام لوقف قتل المدنيين ووقف القصف، وبالتالي في حال لم يتوقف هذا القصف او القتل خلال 48 ساعه باعتقادي سيكون طبعا وفد المعارضه مضطرا لعدم الدخول بمفاوضات جنيف الثالثه. الامر يتوقف على الان على المجتمع الدولي ومدى قدرته بالضغط على النظام السوري لتنفيذ القرار 22-54. بالفعل هناك تكهنات ان الاجتماع اليوم سيكون حاسما، اما سنذهب الى الدخول بمفاوضات جنيف الثالثه أو أن يعود الوفد إلى الرياض في مقر الهيئة العليا للتفاوض. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. حدثنا الصحفي والمحلل السياسي عمر الكوش من جنيف.